لو طلبوا مني أعمل دور ست مفترية، أتفرج على البرامج الاجتماعية عشان أكتسب منها خبرة، ولا أشترك في جروبات الماميز والبابيز وجروب أريد حلاً لمشكلتي يا سيدتي، ولا أنا أصلاً مفترية؟ أنا شايف دي أقرب إجابة. ولا أتمرن في جوزي وأنكد عليه ليل ونهار؟ لا، هتفرج على البرامج. برامج إيه؟ يعني في برامج كتير. البرامج الاجتماعية يعني؟ يس. اتشاف أن البرامج الاجتماعية دي كلها نكد صح؟ مش كلها نكد. هتقلب دبلوماسية بقى. هي اختارت ان النكد في البرامج الاجتماعية، هتقلب لي دبلوماسية دلوقتي. ايه، ما هم بيكلموهم عشان عندهم ايه، عندهم مشاكل، عندهم لب وسداني يعني، ما هم بيكلموهم عشان عندهم مشاكل. طيب هبة ترجع الى الخلف. كملي. هتتفرجي على البرامج الاجتماعية دي عشان تشوفي ازاي تبقى ست مفترية. يس. وده تصريح من هبة عبد العزيز ان البرامج الاجتماعية بتشجع الستات ازاي يبقوا ستات مفتريين. شكرا يا هبة. بيوقعني في الناس. إجابتك. لا مش إجابتك. والحكم في الآخر للجمهور. طيب.